الدرس اللي حصل ده وقد ما استجابت الحكومة لمطالبنا عملنا الترس ده. الترس تناست الحكومة التروس، وأنا يعني في تسجيل صوتي كان قبل فترة رجل يدعو الله لأنه بيقول أنه نحن جيل من ولاية نهر النيل، جيل بمريض والكبر مكفول والمريض مات قبل ما يصل الهناية. دي كلها الثورة الآن المتاريس اللي كانت عملت في الخرطوم، وأنا شخصيا بعد محاولات صعبة جدا كان عندي ابن عمي المرحوم محمود كان في عملية في المستشفى، يعني ما قدرت أصل إلا بعد اللف انتهيت من كل الهناية وبس العملية وقد خش زوجتي. ده كانت متاريس. فينسوا الحرية والتغيير. الآن نحن ما بنقول الحرية والتغيير لأنه في انقسام كبير جدا، مجموعة كبيرة الآن تعارض المجموعة الحاكمة وتطالب بتوسيع الشراكة. فلذلك الآن اللي ينتقدون من المستوزرين بإغلاق الشوارع نقول لهم أنتم هل نسيتم الذين ماتوا في الخرطوم بسبب قفل الكبائر؟ المرضى قبل ما يصلوا المستشفى بيموتوا. هل ترسنا ده؟ نحن ده يمكن الترس الثالث ولا الرابع. هل في زول مات؟ لا قدر الله، والآن نتمنى أن لا يموت أحد. ما في زول مات.